يقول من صلى خلف إمام مشعوذ وهو يعلم ذلك فيه، فما حكم صلاته هذه؟ يلزمه قضاؤها أم لا؟ أي تعاطى السحر؟ نعم، تعاطى السحر والعياذ بالله كفر، لقول الله تعالى في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا كان هذا الساحر يستعين بالشياطين والعياذ بالله وبالجن على سحره كان كافرا، والكافر لا تصح صلاته، وإذا لم تصح صلاته فإنها لا تصح الصلاة خلفه. والواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل القبيح المنكر المتضمن للكفر بالله عز وجل ولإيذاء عباد الله، وليعلم أنه سيموت إما عن قريب أو عن بعيد، وحتى لو بعد أجله فإنه في الحقيقة قريب، قل متاع الدنيا قليل. فالواجب عليه أن يقلع عن هذا العمل، يعني هذا الرجل المشاور بالسحر، أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله عز وجل، ومن تاب فإن الله يتوب عليه، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا كان قد تسبب بسحره في مضرة أحد فعليه أن يؤدي المظلمة في هذه الدنيا قبل أن تؤخذ من أعماله الصالحة إن تاب وصلح عمله.